لما كانت مباراة الذهاب. ايه فقلت لك جمال قول مبروك. قلت لا احنا ايش؟ مبروك. مبروك. دحين نقولها مبروك الف مليون مليون مبروك. محمد العنزي يستاهل الهلال. رحب فيك اخوي محمد اول حاجة. مسي عليك ابو بدر وعلى المشاهدات والمشاهدين ومستمعات ومستمعين وعلى الزميل جمال والزميل خالد. الله وان شاء الله نقدم حلقة جميلة يعني. استقبال سمو ولي العهد اليوم بلا شك بلا شك انه هذا ياتي يعني ما هو بجديد اهتمام القياده السياسيه بالرياضه والرياضيين. دائما هم يطرزون بالذهب اي منجز للرياضه السعوديه بهذا الاستقبال. يعني للامانه الامير محمد بن سلمان كان داعم حقيقي لهذه البطولة، كان داعم للهلال بشكل كبير عن طريق هيئة الرياضة اللي هي مؤسسة حكومية، أو عن طريق الطائرات التي توفرت للجمهور، أو عن طريق المكافآت اللي رصدت من قبل هيئة الرياضة. كل هذه الأمور يعني كانت هي بشكل أو بآخر دعم من القيادة لنادي الهلال لتحقيق هذا اللقب اللي كان محتاجه الرياضة السعودية. يعني غابت سنوات طويلة عن المنجزات القارية. حنا نتمنى إن شاء الله أن نشوف هذه المنجزات أيضا على مستوى المنتخب السعودي، لأنه إنجازات الأندية بشكل أو بآخر حتما ستنعكس على المنتخب السعودي. صحيح. أنا أقول لك أبو بدر يعني أوكي الهلال حقق هذه البطولة وصل إلى العالمية، ترى مو ضروري أنه يكون في ناس متضايقين أو محتقنين من هذا الوصول يعني. فبالتالي لماذا لا نفرح ولماذا لا نبارك للهلال بدون ما ان لازم نفتعل موضوع انه في ناس متضايقين من هذا الموضوع؟ ابدا ما اتوقع انه في احد متضايق، لانه اذا كان في ناس سبقوا الهلال لهذا المنجز فاعتقد انه شيء طبيعي ان يصل للهلال، ما راح يستقبلون هذا الموضوع بصدر رحب يعني. فانا دائما اقول انه اوكي الهلال حقق هذه البطولة يستاهل، مبروك، مبروك للوطن، مبروك للقيادة السياسية اللي دعمت هذا المنجز بشكل كبير. نفرح للهلال، نفرح للرياضة السعودية، مو شرط أن نسقط على أطراف أخرى يعني. صحيح. خالد السعود